هولندا والارجنتين والارجنتين يعني وامبارح، والحقيقه الكل متعاطف مع الارجنتين بسبب تواجد ميسي، بسبب ان الناس كلها عايزه تشوف ميسي في النهائي، ميسي يكون بيحقق كاس العالم. انا عايز اعرف ميسي شاف مولينا في الاسيست ده ازاي؟ يعني انا لحد دلوقتي انا عايز اعرف هو لمحه منين؟ يعني ما اعتقدش حد وقاعد بيتفرج على ماتش ارجنتين وهولندا كان شايف التحرك ده، هو الوحيد اللي كان شايف التحرك ده. امبارح ميسي بيقدم مباراه كبيره الحقيقه مع منتخب الارجنتين، وهل خلاص ان ميسي قادر بعد اللي احنا شفناه؟ عنده مباراه صعبه امام كرواتيا، ولكن قادر ان هو يكون بيتوج بكاس العالم بعد اللي احنا شفناه امبارح؟ بص، وجهة نظري ان ميسي، يعني هو ميسي حتى كان بيتكلم في التصريحات الصحفية بتاعته، بيقول كان بيقول ايه، فاضل لنا 4 خطوات لما طلعوا من المجموعة الى ادوار الاقصائية الى دور 16. لما عدى دور 16 وكان ماتش يعني مش تقيل قوي قدام استراليا، وروا انه كان صعب على مستوى النتيجة 2-1، قال لك بقى لنا 3 خطوات. امبارح قال لك بقى لنا خطوتين. انا من وجهة نظري ان في خطوة، والكلام نظري، خطوة تعتبر الى حد ما اسهل، اللي هي قدام كرواتيا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الجاي باذن الله، وفي خطوه هتكون اصعب اللي هي المباراه النهائيه، ايا كان احد اطراف المباراه النهائيه من الفرق الاربعه اللي هتلعب النهارده، المغرب والبرتغال وطبعا انجلترا وفرنسا اللي هيلعبوا المباراه الثانيه. يعني واحد اللي هيطلع من الاربعه دول هيكون اصعب للارجنتين. يعني في مهمه متوسطه او صعبه، وبعدين مهمة صعبة جدا. فأما تكون بتسمي في كرة القدم في مهمة صعبة جدا، يبقى الموضوع ما تقدرش تحكم عليه من دلوقتي. طبعًا. إنما أنا حكمت ليه على البرازيل؟ لأن قلت لك الأربع عوامل اللي تسببوا في خسارة البرازيل، وبينهم طبعا اللي احنا قلنا عليه العنجهية اللي كانوا بيلعبوا بيها. مفيش فرقة لعبت بالعنجهية بتاعت البرازيل. على فكرة كل الناس اللي حتى اللي ملهاش في الكورة قوي قال لك شفت بعد الجول عملوا إيه؟ بعد الجول في الدقيقة 100، بعد جول برازيل البرازيل دقيقة 105 خلاص بقوا بيلعبوا باستعلاء على الكورة، يعني بيستعلوا يعني بعد هدف نيمار خلاص بقى يعني بيلعبوا كده بعنجهية خاصة كده. فكانت النتيجة ان هم تلقوا الدرس في خلال 15 دقيقة وفي ركلات الترجيح. الكلام بقى بالنسبة للأرجنتين امبارح، تحس ان الأرجنتين عمرها ما حست باستعلاء على الماتش حتى وهي متقدمة 2-0. فأرجع بقى للمباراة كده في تفصيلة سريعة. اتفضل. امبارح ليونيل سكالوني عمل حاجتين. أول حاجة إن هو لعب، غير طريقة اللعب خالص، لعب بخمسة تلاتة اتنين. والاتنين اللي في الأمام دول جوليان ألفاريز هو المهاجم الصريح، وميسي بيلعب تحت المهاجم. يعني إذن الأرجنتين بدل ما كانت بتلعب 4-3-3 تحولت الى 4-5-1 بوجود لاعب واحد فقط، او 5-4-1 بوجود لاعب واحد فقط اللي هو يعتبر مهاجم اللي هو جوليان ألفاريز، ورجع ميسي مع الثلاثه بتوع نص الملعب. تاني حاجه عملها انه لما لعب خمسه ورا ما لعبش الخمسه اللي ورا دول بطريقه اللي احنا عارفينها اللي هي بيلعب بيها فرق كتير، 3 في قلب الدفاع واتنين على الاطراف عشان يطيروا، لا خمسة بمعنى الكلمة بعرض الملعب، عمل استريتش للملعب تماما. كلمة استريتش يعني انه شد الملعب بالعرض تماما ما بين مولينا في ناحية اليمين صاحب الهدف، وما بين أكونيا في ناحية الشمال، الخمسة مشدودين بعرض الملعب تماما. وده نقطة النجاح الأولى، لأن المنتخب الهولندي كانت نقطة قوته وقلناها امبارح في الأطراف بتاعته، وبالذات دينزيل دومفريس في ناحية اليمين، ودالي بلند في ناحيه الشمال، واحنا قلنا الكلام ده امبارح ان هما دي نقطه قوته. صحيح. هو خنق الملعب قفل تماما. لدرجه ان المباراه الوحيده من اول ما لعبت هولندا في الدور التمهيدي من مباراتها الاولى وحتى المباراه الامس، اول مره دانزيل دومفريس ما يعملش ولا انطلاقه في الجبهه اليمين، داني بلند ما يعملش ولا انطلاقه في الجبهه الشمال. شفت امبارح دومفريس عدى وعمل كره عرضيه سواء من اليمين او دالي بلند، ولا واحده. هو كان مذاكره وعارف طريقه لعبه، وعارف ان هو بيلعب على بلند ودومفريس الاثنين وبيطيرهم، فهو قفله على ده اعتقد امبارح. بالظبط، هو قفل بالخمسه دول، واستغل بقى ميسي ان هو بيجي من ورا في لعبه زي بتاعت اللعبه ناحيه اليمين دي لمولينا، الاسيست. خلي بالك ان ميسي كان في تقرير صحفي طلع بناء على مقاييس الاجهزه اللي بتقيس في الملعب، ان ميسي هو الاكثر مشيا في كاس العالم. خد بالك،
يعني ايه ميسي الاكثر ماشيا؟ يعني من وسط التحركات بتاعت ميسي عامل تقريبا في كاس العالم قبل المباراه ديت حوالي 5.5 كيلو مشي. بس مشي ايه؟ مشي هو بيعمل مشي ميسي مسح للملعب. مشي ميسي مختلف، خد بالك. يعني خد بالك ميسي مش اول مره يتقال عليه ان هو بيمشي في الملعب، لا ده مع برشلونه سنين طويله، بس ساعه ما كان حتى لسه في عنفوانه لما يستلم الكوره يعمل لك الاسبرنت يسبق اي حد. صح. لما يستلم الكوره ماسح الملعب تماما، يعني ايه؟ هو قبل ما تجيله الكوره عارف ان هنا واقف لي فلان. طيب. وهنا واقف لي فلان. وبعيد كده واقف لي فلان، وزميلي ده بيتحرك في الحته الفلانيه، فالمسحه الاولانيه دي اللي بيعملها قبل ما تجيله الكوره خلاه يعمل الاسيست لمولينا امبارح. فامبارح اسيست مولينا، هو قاري كويس قوي وعارف انه هيتحرك في الناحيه دي، وعمل ايه؟ هو هيلعبها له الناحيه دي، فجذب الناس كلها وراح بوشه للناحيه دي، بس هو شايف بعينيه اللي على جنب. انا مش عارف شاف ازاي، يعني هو حتى نفسه مورينا قال بعد الماتش انا مش عارف هو ميسي شافني ازاي. هو ان العالم كله بيتكلم الاسيست ده جبته منين، يعني انت شفته ازاي عشان تلعبها له بالطريقه دي؟ لأن غريبه هو جدا، لان هو الحقيقه ان ميسي من امهر لاعبي العالم طبعًا. في التحرك بدون كوره طبعًا. وفي الرؤيه اللي بره مجال الرؤيه الطبيعيه، ان هو لمح مولينا بيتحرك في ناحيه اليمين، عمل له الثرو باس حلو جدا، دخلت جوه منطقه الجزاء وضرب بيها الدفاع كله وحطها في المرمى من وضعيه انفراد. ده الحقيقه من عبقريه امبارح ميسي في الهدف الاول.